كيعرف الجميع ان في الحاله ديال كورونا كان واحد التوقف كبير ديال التنقل وديال هذا، وبما كيعرف الجميع ان الابقار عندنا كنديروا هذاك التلقيح الاصطناعي باش يكون داك لاميليوراسيون جينيتيك ديال القطع ديالنا. ملي توقف تقريبا هذاك الشيء واحد 9 شهور ما بين 8 و 9 شهور ما كانش داك التلقيح الاصطناعي، هنا اثر على الانتاجيه ديال الحيوانيه عندنا في البلاد، وكذلك على الحليب وعلى المنتجات الحيوانيه واللحوم. الدوله في هذا سميتو بما ان شافت هذاك الارتفاع ديال الاسعار حذفت الضريبه، حذفت التيفيا، حذفت الديوانه، وسمحت بواحد الكوطه ديال 120 الف راس على الصعيد الوطني، وضعطات كحصة أولية 40 ألف رأس، استوردت منها حتى الأسبوع اللي فات واحد 22 ألف رأس، والحصة ديال سوس ماسة هي 6000 رأس، استوردت منها 1500، استوردتها للتعاون ديال كوباك بحكم أنها عندها هي اللي عندها داك لاباطوار الكبير واللي بالمواصفات هذا، والحمد لله دابا راه داك المنتوجات راهي كتذبح وكتخرج للسوق وبدات جودة عالية. كاين واحد النقاش اللي شفناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ديال واحد النوع اللي كيتسمى لينور، اللي هو جاي من امريكا اللاتينيه من البرازيل. هذا النوع هذا هو عنده واحد الجوده عاليه، لان البرازيل تعتبر من اكبر المنتجين ديال اللحوم في العالم، وكتصدر اكثر من مليون راس للعالم كامل. حنا غادي نستوردوا منها واحد الكميه قليله، وبالتالي راه دخلت واحد الكميه وذبحت وخرجت للاسواق، والناس اللي لا موري لابوراتوار ولا لونسا ولا الجزاره كيقولوا بانها مزيانه. كاين واحد شويه النقاش بانها هذا، ولكن احنا كزعما كمهنيين وكفاعلين في القطاع وكمسؤولين في الغرف ما عندنا حتى شي شكايات رسميه اللي تقول هذا الشيء. يمكن هذا الشيء في شي حاله ولا شي بلاصه ما عرفتش صراحه. بالنسبه للاغنام على حسب الترقيب اللي دارت لونسا كتقول بان كاين واحد الاكتفاء زعما كاين من ناحيه ديال العدد للرؤوس المرقمه اللي دارت لها لابوكل، وكاين حتى هي عندها واحد الاستثناء ديال الاستيراد، استوردت فيه 10000 راس من الاغنام، وان شاء الله راه غادي يكون استيراد عاوتاني باش نحافظوا على القطيع ديالنا باش ما يذبحش كله. وان شاء الله من هنا العيد راه كنظن بان العيد غيدوز بسلام، وغادي يكون اثمنه معقوله مقارنه بالتكلفه الغاليه جدا اللي كاينه. يعني حتى الا كان واحد ارتفاع بسيط جدا هذا راه غادي يكون راجع للتكلفه والحاله ديال الجفاف اللي مرض من البلاد. وان شاء الله نصبروا كيدوز هاد الحالة بخير وعلى خير، والناس كلها تعيد بخير وعلى خير، والله ييسر. شكرا لكم.